مؤخرا سمعنا في عبر مواقع التواصل الاجتماعي كما كيعرف الجميع ان المذاق ديال الماء المدينه ديالنا طنجه تبدل، يعني ما بقاش بحال اللي كان. وايضا شخصيا حسيت بالمذاق ديالو مؤخرا هذه اليومين هذه ولا ثلاث ايام، المذاق ديالو ما بقاش بحال اللي كان، يعني كاين واحد شويه التغير. انا كنخصنا ما كرهناش نعرف يعني الشركه اللي مكلفه بتزويد الماء الساكنه المدينه طنجه انها تقدم لنا واحد الاعلان ولا شي حاجه باش نعرفوا السبب ديال هذا التغيير هذا المذاق ديال الماء هذا. بالنسبه لي اللي كمواطن كنسكن من طنجه بالنسبه لاداء الامان ديال المرحله الاخيره، الصراحه بدا واحد التراجع لا بالنسبه لا للخدمه ولا بالنسبه حتى لاحتساب الفواتير والمرجعيه المعتمده عليها. وفي اطار سياسه التدبير المفوض من طرف السلطات المحليه يجب مراجعه العقد مع هذه الشركه التي بدات تتغول على المواطنين الضعفاء والبسطاء في هذه المدينه، ولذلك كانت السلطات المحليه الى الزياده من الاجتماعات مع هذه المؤسسه من اجل الرضوخ والرجوع الى المستوى الذي يطمح اليه الساكنه. وكذلك ندعو كل المواطنين الى ترشيد الاستهلاك لكي يكون نوع من التوازن ما بين الشركه والمواطنين والحفاظ على الثروه الهائله اللي هي اكيد نحتاج لها في اي وقت من الاوقات واللي هي موارد اساسيه للحياه بصفه عامه. شكرا. الايام الاخيره مثل كل ساكنة طنجة تفاجأنا بواحد التغير في المذاق وفي اللون، في المذاق وفي الرائحة ديال المياه ديال الصنبور، وهذه كان مفاجأة لأنه تفاجأنا أكثر من اللي كان الغياب ديال أي توضيح من طرف لا الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع أمانديس ولا من طرف الجماعة الحضرية الجماعة ديال طنجة، وهذا فيه نوع من الاستهتار بالصحة ديال المواطنين. تغير المياه ديال الشرب ما عرفناش شنو الأصل ديال ديك المذاق ولا علاش تغير ديك اللون، واش بسبب الأمطار الأخيرة، واش بسبب انفجار أحد أودية الحارة أو المياه العديمة في المنابع ديال المياه. ما كرهناش الجماعة أو الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع على الأقل توضح للمواطنين علاش المياه تغير المذاق ديالها واللون ديالها، لأن مسألة خطيرة كتتعلق بالصحة ديال المواطنين والصحة العمومية. يقدر يكون وباء، يقدر يكون فيروس، يقدر يكون بكتيريا كتأثر مباشرة على الصحة المواطنين. لهذا ندعو من جديد الجماعة أو الشركة ما تقول شي حاجه، ما الصمت يعني هو الاستهتار والتهاون تجاه المواطن. اولا ما يمكن قوله على الماء غير الصالح للشرب مؤخرا الذي اثار ضجه واثار غضب ساكنه مدينه طنجه، ونحن ايضا كساكنه مدينه طنجه لمسنا هذا التغير في الماء من خلال رائحته الكريهه. نتمنى من شركه امانديس ان تقوم باجراء فتح تحقيق وعلى السلطات ان تقوم بفتح تحقيق بخصوص هذا الماء هذا، ونعرفوا يعني المعايير ديالو والجوده ديالو، لان رجعنا نحن كمواطنين ما بقيناش كنحسوا بديك السلامه من ناحيه ديال المياه. وكنتمنوا من السلطات المحليه والمجتمع المدني يقوم بالدور ديالو من خلال تحقيق في هذه القضيه هذه. وشكرا. في الصباح فيقت الصباح بكري مشى لافاك، كنت غادا لافاك، مشيت للروبيني ديال الماء كنلقى بان الماء فيه واحد المذاق غير المعتاد ماشي بحال ديما. قلت يمكن حيتاش انا اول وحده فتحت الكريفو في الصباح، بالحق المشكل بقى النهار كله هيداك يعني من بعد لقيت في مواقع التواصل الاجتماعي بان بزاف الناس كتشكاو من هذا المشكل، وخصوصا الاحياء مثل كاسابراتا اللي مضرين هذا المشكل بزاف، كنطالب السلطات يحلوا لنا هذا المشكل. بالنسبه للمشكل ديال امانديس فهو خلق واحد النوع من خلق الفزازات في النظام العام، لان المشكل هذا راه كيخاف منه جميع الناس، لان كصح اللي كيعرفوا كان بينا جميع ان المورد ديال كنشربوا حنايا هو كريفو،
مثلا في المصطلح تقريبوا منه تشربوا منه كنعملوا كل شيء. باش بحال الدول الاوروبيه مثلا عندهم الماء الشرب صالح الشرب بوحدو الماء ديال هذيك بوحدو هذا اللي حنا كنعملوا كل شيء. اذا هذا راه كيخلق واحد النوع من التخوف واحد الهاجس ديال التخوف لدى المواطن. اذا السؤال مطروح، ما هي السياسه ديال الدوله في مواجهه هذا؟ اما في الواقع امانديس صدرت بالغ ديالها اللي هادشي كتنفيه ما كاينش، وانا شخصيا لم المسه، انا كنشرب الماء البزبوز لا انا لا عائلتي في الدار الوالده في الدار ديالي في كلشي ما لمستوش وما سمعتش شي واحد عمليا تكلم في هذه المساله هذه. كنتمنى ان هادشي انديس طبيعه الحال حنا كجماعه كمسؤولين على هذا القطاع ديال الماء والكهرباء والتطهير السائل غادي نتابعوا الموضوع مع امانديس وغادي نشوفوا اذا كانت فعلا كاين الناس كتعمل بالبلبله خص هذاك الناس تحمل مسؤوليتها. الا هو فعلا كاين شي خلل سنتابعه ونوقفوا على التدقيقات ديالو. وشكرا لكم على هذا طلب توضيح، فمثلنا احنا كجماعه ما عندناش شي معطيات دقيقه في الموضوع ولا شي تاكيد ديال المساله. كتبقى امانديس اللي مكلفه بهذا الملف ديال توزيع الماء والكهرباء انه بالنسبه ليا كتنفي هادشي ما كاينش، وانا ما لمستوش زعما في الواقع ما لمستوش وما جاش شي حد كيتكلم معايا كيقول لي ولا اتصل بيا شي حد لان كاين مشكل ديال التلوث ديال الماء ما سمعتش به وانا كنشربوا ليلو ما لاحظتش شي فرق. نتمنوا ان شاء الله الايام القادمه توضح الموضوع. شكرا لك.